انتي متأكدة انه يسار مو هون؟ بكون قلع الشغل من زمان. اوه هالبيت مثل البنت المدللة. كل اغراض جديدة، صرنا بس اسبوع منتقلين على البيت. اول بيت إلنا. لا تفوتي على البيت بكندرتك. كنت مفكرتك مو عايشة بهالبيت. يلا انتو حضروا السفرة لأعمل شاي. انا انبسطت. اعمل انا بيض؟ اعملي. بس ما عملت من قبل. والله تاركة كل شي وجاية لتدرسي ما بتعرفي تقلي بيضتين؟ والله انا رفضت حالة ست البيت، ما بتناسب مسيرة حياتي. مشان ما تعترفي انك كسلانة. اسيل لا تزعلي، بس من الصبح لهلا عم تعطينا دروس، بس برأيي مانك مستفيدة من دروسك. شو يعني هالحكي بالله؟ بالرغم من انه يسار خانك، انت بتحبيه لدرجة انك رح تتركي له بيت بجنن وتهربي. اذا بدك رأيي لازم تضلي هون. بعدين ليش عملتي هيك؟ خليه هو اللي يترك ويروح. عم تحكي مزبوط. بعدين انت صارفة اكتر منه بكتير على البيت. تعرفوا يا بنات معكن حق. ايه نزلي رجلي. اه يا الماء، بس ترجعي لي وانتي صاغ سليم بدي كسر لك رجليك. هالشي مستحيل. بعدين هذا البيت ما بيوسع ثلاث أشخاص نهائياً. أسيل لا تتحقري، نحن طلعنا بهالطريق مع بعض. بعدين لو لاقي كنتي لهلأ بالشارع. ما بستقبل غير شخص واحد، وبما أنه غراض ألمى هون هي اللي لازم تبقى بهذا البيت. عم تقلعيني بطريقة محترمة؟ والله بدك ما تواخذيني نور، سمعت اللي قالت لك يا رفيقتك بالسكن وما رح أغامر معك. أسيل مبارح بالليل نمنا كلنا بالبرد، ولو كنتي لوحدك كنتي متي من الخوف، ما هيك؟ كيف رح تتركي نور تعيش هاي الحالة؟ انتي بتقدري تتقبليها بس أنا ما بقدر. بفضل إني نام مع نور بهداك المحل المقرف والبارد على القعدة هون. ماشي بس شهر واحد، وبعدين وحدة منكن لازم تروح، بدكن تتفقوا مع بعضكن، وغير هيك عندي شروط كمان. كل شروطك مقبولة يا تاج راسي، انتي سيئة بس الحمد لله ما فقدتي انسانيتك. اه الساعة رح تصير 8، انا لازم اروح فورا. تلحقي توصلي؟ اصلا المعهد مواجه البنك تماما. يعني اذا معك فراطة بدي اركب بالباص دين يعني. لحظة، لازم يكون مع هذا التافه يسار مساري لروح شوف لك بتركبي تاكسي بدل الباص. هذا الشيك. ليش تأخرتي؟ كنت هلأ رايحة أسلم الأوراق. عدم المؤاخذة، شكرا كثير لك. كرمي. أستاذ حضرتك طالبني؟ ادخلي يا بنتي. ترجعي معي.
علما مدام ملك. علما علما ما بدي اياكي تزعلي. ليكي انتي بنت موهوبة كتير، بس لازم نلاقي طريقة نقنع فيها امك. ايه ما في استسلام، ما هيك؟ حاسة انه ما رح تقتنع شو ما صار. بشكرك على مساعدتك من كل قلبي استاذ برهان. اذا بتريدي احكي مع بنتك مرة تانية وبعدها قرروا. بتعرفي الشباب لما منضغطهم بيفهمونا غلط وبيزعلوا كتير. شكرا على النصيحة استاذ برهان، شكرا لك. ومع هيك لا تستسلمي، بتصلي فيني امتى ما بدك. اوكي شكرا كتير استاذ. انتبهي لحالك إلما. امشي. شو انطرشتي كمان؟ لا تمتحني صبري ألما، انت دستي على كلمتي ومشيتي، بس ما بصير تعملي هيك مع المرحوم ابوكي. انت ما وعدتي انك تنفذي كل كلمه بقولة؟ هلا بدك تمشي ولا لا؟ شو هالبنت هي بتضل هربانه من البيت؟ بس اما فظيعه شلون لقطتها ما بعرف. اذكر القط اجا. امشي قدامي الباص ما بيستنانا. ليه عم تضحكوا يعني؟ بتضحك كتير؟ على الأقل هي متمنية تكون هون عن جد. مين فيكن أصلاً عنده جرأتها؟ قلتك أنا قبل ما أمسكهم مع بعض كانوا يناموا هون؟ ولا ما صارت لهم الفرصة المناسبة؟ رح ضب له هذا الشرشف مشان يشم ريحته ويتذكره. ليكي أسيل، أنا ماسكة بإيدي إيجار البيت لسنة. ما بدي، ما رح يضل بالبيت أي شي بيذكرني فيه. كل هذا التعب راح على الفاضي مشان شو؟ مشان اسعده؟ طلع ما بيستاهل. فكري يا نور، كل يوم كنت روح على الشغل بوقت دوام الجامعة وصرفت كل المصاري اللي وفرتها على البيت اللي بدنا نأسسه أنا وياه. وحتى ما يغار ما اشتغلت بشغل ما بيحبني اشتغل فيه، وما التقيت برفقاته اللي ما بيحبهم، حتى اني كذبت على امي. لك انا عطيته كل شيء، هو اول حب بحياتي. ما رح تفهمي نور، كان اول واحد، هو أول شاب بحياتي. شو هالغباء؟ هلأ شو ضل عندي؟ أه؟ هذا التخت الجربان. لا تبكي.
انت متوتر؟ ايه شوي. انا ثقتي فيك ما لها حدود، بتتعود. انت وين ما انزتيت بتجي واقف من هالناحيه. مزبوط، بس هلا بدي روح وسجل ودور على سكن. انقره مدينه ما بعرفها. لتتعلم سباحه انزل على البحر، بدي اياك تخط وتنزل لتحت المي وينقطع نفسك لحتى تتعلم. انا هيك ربيتك. بدي اشتري كم مجلة بقراهم على الطريق. قوم وبالمرة بنشرب شاي. حق علي اللي وثقت فيك. كنت لازم أعمل احتياطاتي من قبل بس ما خطر لي. حق علي، كنت عم أقول لحالي بنتي مستحيل تزعلني ومستحيل تخالف كلمتي لو شو ما صار. ما توقعت هالشي منك يا حويلة التعب والشقة. ليش عم تعملي فيني هيك؟ هلأ صار التمريض كخاء؟ هذا حلمك أنت مو أنا. لا حلمك أنت. ليكي، هاي حالة الناس اللي مشتهية تصيري مثلهم. كل يوم عم نقرأ عن بهدلت حدا منهم، ما فيهم لا حيا ولا خجل. حضرتك حابة تصيري مثلهم. أمي لا تخطفيش. المجانين اللي بخرصمون أمهات. مستحيل أتركك، مستحيل. بدك تنسيلي هالأحلام، بدك ترجعي على البيت، بدك تتجوزي وتأسسي بيت وعيلي، وبعد اعملي شو ما بدك، بس ببيتي أنا ما بتمشي إلا قوانيني. مزبوط. ومين أنا؟ أنا وحدة مسكينة ما لها أي طموح، بتعيش تحت أمرك بالأول وبعدين تحت أمر جوزة، ما هيك منيح؟ سكتي سكتي. بس أنا بعرف شو أعمل معك. شو بدك تعملي؟ شو بتقدري تعملي؟ ليكي صاري اللي بدك يا، راجعين على البيت. خلصنا، فهمينا، خلص بقى. خلص اللي خلص هو عصر الفلتان يا أنسي. بس أنا بعرف شو أعمل من هون وهيك. طبعا ما حدا بيعرف شلون كانت حالتي طول الليل. شو صار على البنت؟ شو أكلت طول النهار؟ شو شربت؟ صرت مثل المجانين من قلقي عليكي. ليكون صار عليكي شي. طبعا هدول بالنسبة إليك حلم. صيري أم بعدين تعالي احكي معي. وهذا الأخير. أوعك تقولي لي إنكم من العشاق اللي غرقانين بالعشق لأنفكم. أنتي عشقانة؟ عاشق ومعشوق وبتحبي حبيبك؟ احكي يا روحي، خبريني، لا تكوني عشقانة وغرقانة لأنفك بالحب. هيك كنا يا روحي، بس طلع كله كذب. عن جد أنا كنت غرقانة لأنفي بالحب. مين؟ مراسل أسيل كومورجو؟ ايه أنا جاي استلم البريد. تفضل، هدول هنن. حضرتك بدك تدفعي؟ لا، اللي بده يستلم. ماشي، وقعي لي هون. خلص لا تتضايقي، ما عملتي إلا الشيء الصحيح والمظبوط. معلب عمره ما فشت لي خلقي، دايما بتتأخر. ما اجت وما رح نلحق. لقيتيها لبنتك؟ اي لقيتها الحمد لله. حلو حلو والله. وانا بعت ابني على انقره. يجعله خير، الله يسهل عليه. نحن راجعين على بلدنا. يرجى الانتباه على المسافرين المتجهين الى انقره في رحله الساعه الواحده. ماشي، توصلوا بالسلامه. شكرا. توصل بالسلامه يا ابني. يلا بابا. استعجل شوي. الحمد لله اجت. ايه منيح اني لحقت اوصل على الوقت. خالتي ملك لا تواخذيني، امي ما تركتني لوحدي، بعدت معي هذا.
برافو عليها امك. اسطنبول بلد كبير، ما بينطلع بالشارع بدون ما يكون معك رجال. ديري بالك عليها، راح اوصل على الحمام وارجع. لا تزعلي ألما. ليش لأزعل؟ دمرت حياتي وخلص. خلص بقى، انتي مو ناوية تصيري ممثلة؟ معناها مثلي دور الممرضة الحلوة الرحيمة. انتي ممثلة شاطرة، بكرة بتلبسي الصدرية البيضة وانتي حاملة السرنجات بكريدورات المستشفى، بعدين بيطلع لك شي رجال بيعشقك وانتي بدور البطولة. طبعا دوري بيستمر كل حياتي. دخيلك، ما لازم الإنسان يتمرد على قدره، يعني هذا هو قدرك، بعدين الله هيك بده. ما يا معلا، هذا ما هو قدري، لك هذا تخطيط أمي. شو هدول؟ اسم المرسل أسيل. خلاص خلاص عرفت، استنى شوي. هذا هو. اوعك تردي، هلا بده يبلش يترجاكي. اسمعيني شوي حبيبتي، لا تتركيني، حرام عليكي، ما بقى تصير مره ثانيه. تعرفي هذا اللي بدي اياه، يترجاني ويضل عم يتوسل لي. قالوا نعم. انت شو مفكره حالك عملتي؟ شلون بتبهدليني قدام كل الناس؟ لانك بتستاهل، لازم كل الناس يعرفوا انك واحد واطي وحقير. المسا بنتواجه. ما بعتقد. اسمعيني أسيل. ألو، الله يخدك. والله هالمرة أكلتها، حبيبتك قلعتك من البيت. أخي خود هدول ورجعهم على العنوان اللي جبتهم. حبيبي ما في لزوم ترجعهم، خدهم لعندي، تسكن ببيتي وتخلص من هالشغلة. ما في لزوم، عندي بيت ومو أنا اللي رح أطلع منه. هالغبي هاد قال المسا منتواجه، هي إذا قدر يفوت. إذا منلتهي أكثر بدنا نستقبله هلا على الباب. هاتي عنك أنا بركبه. هاتي. تفضلي معلمة أسيل. يا واطي يا حقير اطلع، ما بدي اياك ولا بدي اشوفك، ما بقى بدي اشوفك. استني استني شوي رح تكسري الباب، هاتي عنك انا بعرف ضبطه. لا انا بدي ركبه. ما رح ابكي، ما رح ابكي، بكيت مشانه مره بكفي. شوفي بلش يتحرك. اوه ايدك متدربة معلمة أسيل. لو نبدأ بفتح الخزنات يا بنت والله منزنجل. أنا اللي ركبت القفل. هاي ما بتفيد يا حلوة، سرقة القلوب ما في إلها تصنيف. قلبي نظيف كتير، ما فيني أي شيء والحمد لله يا ربي. ما دخلت على تمي لقمة حرام. منين طلعت لي هالشغلة على راسي؟ هلا بده يسود وشي قدام العالم يا ربي. أمي راحت العشاء. أمي ما عم تسمعيني؟ سمعت، ماني طرشانة الحمد لله. أنا فكرتك جوعانة مشان هيك يعني. ماشي ماشي، روحي شوفي شغلك هلا.
انت رحت هلا رح يكون كل شيء ناقص، فطور الصباح، افلام جديده وناس جداد واكتشافات جديده بدون انفعال وبدون متعه. ايامي وليالي رح تبقى دائما ناقصه. بعرف انك خايف وانك حاسس بالوحده كمان. يمكن انا يائس، بعرف يا ابني، انا بعرف قلبك كله. الابهات كلهم عايشين على امل انه اولادهم رح يرجعوا بشي يوم، وبيستنوا مثل القناديل اللي عم ترجف. الابهات مثل البيوت القديمه. حاسس حالي رح اختنق بدونك ومو عارفان شو بدي ساوي. عمو صالح، أنا عم أطبخ، يلا تعال نتعشى سوا. يلا جاي ناطرك. لا 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 أي لا، شو عملت شو عملت؟ تعا حطها تحت المي، تعا حطها، خليها تحت المي دقيقة. ليك إذا بدك نتعشى برا، ها أنا عازمك. عمي أنا صار لازمني مرأة، والله شكله هيك. الظهر المباراة شدت كتير. يلا بقى خلصينا. أسيل، لا خود. على فكرة اليوم شفت هديك المرة وأنا عم ودع سعيد. تعا هيك تعا، يعني هي المرة اللي داخت بين إيدي هداك اليوم. أنا زعلان على هديك البنت عمي، بنت موهوبة كتير وبيلبق لها تكون ممثلة. الأم مربية بنتها لوحدها، الله عليم قديش تعذبت بتربيتها. إيه وصعب عليها تكسر القوقعة. مزبوط، الإنسان بده وقت طويل لحتى يغير العادات اللي ربي عليها. لو كانت سهلة كل هالقد بتكون حياتنا جنة. أسيل افتحي الباب، بعرف انك جوا، لكن لا تجننيني، افتحي الباب. ماني فاتحه، روح انقلع من هون. دي بأي حق بتقلعيني من بيتي؟ افتحي الباب بدنا نحكي. ما في شيء ينحكى، كنت فكر بهالشيء قبل ما تجيب هديك البنت معك. أسيل طالعتي لي خلقي، افتحي الباب بكسره. لا يا اكسره لشوف. انا حذرتك أسيل، افتحي. يمكن استسلم. تفكر حالك بتخلصي بسهولة؟ اتركها اتركها بعد انت اتركها يا حيوان. لك اتركها اتركها يا كلب. ايدك أسيل حبيبتي سامحيني. اتركني، أنا ما كان بدي أذيك، أنتي جنتيني لما شفت الغراض هيك. الكسر لإيديه حمار. بالأول منروح على مستشفى.
خلي هون عينوكي، بعدين بنجي بنقلعه من هون. يلا. لا لسه ما تفيد بهذا البيت، ما رح اطلع منه. خلص خلص. شويش. معلا انا عندي مشوار شغله شي نص ساعه ما بطول. شو بهاي الساعه بدك تطلعي لبرا؟ إيه لا، ومو بس هيك، بعد العشاء قريتي دعاء المساء. خير شو في؟ عندي شغل. على اساس النسوان بس تعتم العين ما بيطلعوا برات البيت، شو صار؟ ما صار شي، انا امك، شو بدي اقدم لك تقرير؟ امي انا كمان بدي روح، رح طق من الملل. اي منيح، خليكي تطقي، جارتنا عندها مشكلة دقيقتين بحل لها اياها وبرجع. بما انك ما اخذتيني اكيد ملاحقه شغله ما منيحه. اوس شو هالحكي يا بنت؟ ها طلعي فيني، لا تفتحي التلفزيون، شغلينه من الصبح حرام حمي. يلا روحي نامي يلا، وهي المفتاح معي انا بقفل عليكي. لك اوف امي اوف. السيروم في مسكن، بعد شوي بترتاحي. أسيل كومورجو؟ ايه هي هي. شلون صارت الحادثة أنسي أسيل؟ في حدا بدك تشتكي عليه؟ لا ما في، أنا لحالي وقعت. أنت متأكدة؟ بدي أكتب بالضبط. ايه متأكدة، ما في شي يعطيني وقع لك. الحمد لله على السلامة. ما عم بفهم عليكي يا بنت، بدك تتركيه يفلت باللي عمله؟ لو مشتكية عليك عم بفوت على السجن. ما بدي نور، ما بقى بدي اسمع فيه بنوب. خلينا ندعي ما تيجي مريضة تانية، وإلا بنام جنبك، ما بقدر أقعد على الكرسي للصبح والله. ألمى سينا، ألمى بتدبر حالها مثل مبارح. لا نور، شو تدبر حالها؟ البنت ما بتعرف محل غير بيتنا. أوف هلأ يا سارة هنيك. ماشي حبيبتي، لا تتلبكي، مندبر حل، بس ما في تليفون، كيف بدنا نحكي معها؟ أولغا، نتصل بأولغا، أكيد بتكون ألمى اتصلت فيها. فكرة رائعة، إذا منتبه طلعنا هيك ما معنا ولا قرش. آه خير جارتنا؟ بما أنك جايب هالساعة معناها ما في خير. بلا ما نحكي على الباب، خليني أخذ نفس بالأول. تفضلي تفضلي ادخلي لجوا. أخيراً وصلنا. أها وين شنطتك؟ يعني هربتي هيك بدون شيء؟ هي يمكن ضلت شنطتي بالمعهد. شو يعني يمكن؟ بدك تقولي لي ما بتعرفي وين تركتي شنطتك؟ قلت لك تركتها بالمعهد. مو مشكلة، منتصل بمعلا وهي بتروح تجيبها. هويتك بالشنتاي بدنا اياها منشان تسجيل. معلا ما بتحسن تلاقيها. اه صحيح، هي بنص عقل بس مو لهالدرجة. مو هذا قصدي، انا انسرقت شنتايتي. شو؟ شلون انسرقت؟ ليكونوا النشالين اللي سرقوها. لا مو النشالين اللي سرقوها، صارت شغلة وانسرقت. الله يثبت علينا العقل والدين. شو يعني انسرقت؟ رح جن هلأ
انت مبارح بالليل وين نمتي لحتى نسرقت شنطايتك؟ لما بفكر بهالشغله بحس رح انجلط. فكرة اذا ضليتي ساكتي رح تخلصي مني؟ لسه لهلا ما قلتي لي منين دبرتي مصاري مصروف السفر. يلا جاوبيني. كنت مجمعه. هذا الحكي بتحكي لحدا غيري. هاي الروحة والجاي شفت بعيني قديش بتكلف مصاري. بما انه مو انا اللي عطيتك هيك مبلغ، منين دبرتي حالك؟ امي شو اهميتها؟ ليش عم تضغطي علي؟ ليكنا هي صرنا ببيتنا وانا مضطره اعيش الحياه اللي انت بدك اياها. لا تتوقعي الما، روحي على غرفتك فورا، وما في طلع على الشارع لبين ما تفتح الجامعات. ماشي أولغا، انا بخبرها. تسلمي، يلا باي. شو هاد؟ شو هالمسكينة؟ ها حضرة الممرضة، ممكن تشوفي المريضة تبعنا ارتفعت حرارتها وانتفخ بطنها مثل الطبل. ماشي حضرتك رجعي على غرفتك وانا لحقتك فورا. هلا ما في داعي لهاللف والدوران. انت بتعرفي لهذا كاظم؟ تذكرته، الرجال اللي ما تركت عليه ستر مغطى لأنه طلب إيد معلة، ساويتي واحدة أرع وختيار. زودتيها كتير ها؟ بيت البنت بيت دلالة، قلنا خلينا نصعبها عليه شوي. شو يعني؟ هلأ أنت رضياني تعطي معلة لكاظم الأقرع؟ إذا ما لقى نصيبه خليهم يجي بكرة يطلبوها. مسكتني مثل المحبوسة وجابتني. ايه يا روحي ما بتستاهلي بعد ما نجحتي كمان. تعرفي اني ما زعلت كتير، يعني بدنا نبقى سوا، بس يعني يا ريت ما صار هيك. ايه والله يا ريت. هلأ فهمت، وانا عم اقول لحالي ليش اسيل عم تسأل عنك، مسكينة نشغل بالهم عليكي، ما لهم خبر انك رجعتي؟ نين بدهم يعرفوا؟ تركتهم الصبح على أساس رايحة على المعهد، وهلأ أنا بالبيت. أولغا بدي أطلب منك شغلة، إذا اتصلت فيكي أسيل ممكن تقولي لها تبعت لي شنطايتي؟ الشنطة مو مهمة بس فيها جاكيت أبي بتعرفي. أكيد بقلها لا تشغلي بالك. في رقم اتصلوا فيني منه إذا بدك بعطيك إياه. شو عم تعملي؟ عم سكره، ومع هالتليفون تسكر دفتر أولغا كمان. امي لا تعترضي ابدا، بما انكم خبصتوا هالتخبيصه سوا معناتها ما بقى في شيء تاني ينعمل بيناتكم، ما بقى بتحكوا مع بعض وخلصنا. امي لا تعملي هيك كرمال الله، لك اقول رفيقتي من احنا صغار. الرفقات ما بيساعدوا بعضهم على الغلط نهائيا، وقت الوحده بتغلط رفيقتها بتنصحها ما بتساعدها على الغلط. بس يا حسره هلا هيك رح يصير اسلوبك من هون ورايح، واكثر من هيك. أنا رايحة، فطورك جاهز، ظهر بدك تاكلي بامية طبختها لك بالبراد، وقت بتسخنيها تفقدي الغاز كل شوي منشان ما ينطفي، تتسممي الله لا يقدر، وما في طلعة من البيت. وإذا إجت أولغا ما بتفتحي للباب؟ يعطيك العافية. أهلاً. نحن إجينا بالليل، دخلونا من الإسعاف. إذا بدنا نطلع اليوم قديش بيطلع علينا؟ شو كان اسم المريضة؟ أسيل. أسيل كومورجو. 570 ليرة. يا لطيف. يعني مشان مبلغ تافه مثل هاد، في ناس بيقوموا القيامة. يعني بقصة التأمين الصحي وما بعرف شو. عم تقدموا خدمات رائعة ببلاش تقريبا، والله حلال عليكم. يعني مشان الخروج. مشان الخروج لازم يعين الدكتور. طبعا طبعا، المريضة تحت تصرفكم وإمتى ما بدكم بتعينوها. يعطيكي العافية.
كسر ايديك. مدام ملاك صباح الخير. صباح الخير. مدام ملاك دقيقة بس لو سمحتي، قالوا لي انك لحقتي بنتك على اسطنبول، والله زعلت عليك كثير كثير. روحي اشتغلي وتعبي وكوني الرجال والمرأة بنفس الوقت. يا مدام ملك، شباب هالايام عقلهم طاير بالهواء. الله عليم مين اللي عبلك بعقل البنت. حضرتك منين عم تطالع الاشاعات سيد اسماعيل؟ ما حدا هرب على اسطنبول. انا كان عندي شغلي باسطنبول، رحت ورجعت. استغفر الله يا مدام ملك، شو عرفني؟ يعني انا قلت اللي سمعته. انت ما عندك شغلي تاني تسليك سيد اسماعيل؟ عيب والله. أهلا وسهلا عمو. مرحبا عمو صادق. أبي هون؟ كنت بدي أخذ مفتاح البيت. رح ترجعي عبيت أبوكي بالآخر؟ برافو. هو يلا يلا كبسي. شو ناطرة؟ عطي باص، عطي باص. برافو سميرة، هيك اللعب. ليش البرادة؟ ليش البرادة؟ الله 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 الله، شرف كبير اني اشوفك هون. اهلين فيك بابا. شو جاي تشوف التدريب ولا تقدم استقالتك؟ زايد وزنك طبعا، بنتنا صارت حرة، ما بتحب التدريب المنتظم ولا التغذية المنتظمة. يلا بنات يلا يلا. أنا عندي مشكلة بابا. ما تفاجأت أبدا. شو رجعتي فلستي؟ ما بتصير الشغلة بتطلع من البيت والروحة. طالما مشيتي بطريق بدك تتعلمي شلون تحسني تكملي. الحرية مو هيك بنتي، ما بصير كل ما احتجتي مصاري تيجي لعند أبوك يا أنسي. نحن لما بنحتاج مصاري شو بنعمل؟ نشتغل بنكسب. أنت كمان جربي، لو تفكري بحياتك قد نص ما منفكر فيكي. سهام شو صار بنتي؟ ما بعرف استاذ، ما هم احسن اطلع بالطابة. يلا عدي على جنب وارتاحي، بس خلص التدريب بنحكي مع بعضنا وشو المشكلة منحلها. ماشي استاذ. يلا بنات يلا لا تبردوا. لا تشغل بالك بالتفكير فيني يا بابا. نالان ركزي بالارسال منيح يا بنتي. ايه ايه هيك برافو. يلا لروح لعند خلدون وفي دينه قبل ما تخلص المصاري اللي اخذتها من البنك. من هون لساعة برجع. انت خلصي شغلك بسرعة ممكن؟ لا تشغلي بالك ما بقى كتير. يعطيك العافية أخت ملك. كنت طالعة؟ لا مو مشكلة. أهلا وسهلا سروات، تفضلي. أهلا وسهلا أخت سروات. جيتي ما منيحة كتير أخت ملك. بنتك ألمة وبنتي أولغا عم بيخبصوا بشغلة، ما كفاهم هالشي مدخلين بنت أختي أسيل معهم. أول شي ما فهمت بس تمام العالم ما بتتسكر، ما تركوا ستر مغطى. لحظة، بنتي ألمة غلطت غلطة بس لا فيها قلة شرف ولا شي، راحت تدرس يا سروات ورحت مسكتها من دانا ورجعتها، هذا الموضوع تسكر. من هالناحية مزبوط، بس كانت أولغا موفرة شوية مصاري من خرجيتها، كانت رح تاخذ من أبوها شوي كمان ونشتري لها كمبيوتر. هلأ ما بقي شي من المصاري. بتعرفي بنتنا ما بتطلع من الباب بنوب، مو معقول تاكل وتشرب فيهم كله. ضغطت عليها ما رضيت تحكي، بس أنا عرفت إنه عطتهم لألما منشان تروح فيهم على اسطنبول. لا تواخذيني يا سروات. مو قصة مؤاخذة اختي، بس ما بصير هيك. لما بيتجمعوا هالتنتين اللي بنص عقل بيخربوا الدنيا، لازم ندير بالنا عليهم. انا حليت هالشغله، منعتها تلتقي بأولغا نهائيا. منيحه كثير اختي. انا كمان قلت اليوم الصبح بكفي. ماشي هدول رفقات من الطفوله، بس هدول كل ما كبروا عم يصغر عقلهم. ماشي قديش عطت أولغا؟